نعم. زي ما حضرتك شايفين حضور وفد من الأزهر لتقضي واجب العزاء في اللاعب أحمد رفعت. حضور وفد من الأزهر الشريف لتقديم واجب العزاء في اللاعب أحمد رفعت ومسقط رأسه في قرية بوشان. مركز بيلا محافظة قفش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا أولينا وآخرينا. في الحقيقة حضرنا إلى هذا المكان. ممكن تعلي صوت عليك معالي الدكتور شوية بعد إذن عليك. حضرنا إلى هذا المكان وفد من الأزهر الشريف بتكليفات وأوامر من معالي الأستاذ الدكتور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور نظير عياد لأداء واجب العزاء عن الأزهر الشريف في فقيد شبابنا الكابتن أحمد رفعت، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب أهله بالصبر والسلوان وأن يجعل ما قدمه في موازين حسناته، ونقدم لهم واجب العزاء باسم الأزهر الشريف، سائلين الله تعالى لهم أن يرزقهم صبرا جميلا على فقيدين، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليه وأن يوسع عليه في قبره مد بصره. اللهم أمين. وصلي اللهم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا. جزاكم الله خير معالي الدكتور. زي ما حضراتكم شايفين وفد من الأزهر الشريف جاء ليقدم واجب العزاء في اللاعب أحمد رفعت. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه وأن يغفر له وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اليوم يقام سرادق العزاء في قرية كبشان التابعة لمركز بيلا محافظة كفر الشيخ في وفاة اللاعب أحمد رفعت والذي وفته الأمانة المنية فجر اليوم ودفن بمسقط رأسه في محافظة كفر الشيخ في قرية أبشان مركز بيلا محافظة كفر الشيخ. خلص بس تبقى عندك الشنطه.
اجيبها لك زي ما لا هو زي ما قلت لحضراتكم وفد من الأزهر الشريف جاء ليقدم واجب العزاء في وفاة اللاعب أحمد رفعت والذي وفاته المنية فجر اليوم ودفن بمسقط رأسه بقرية إبشان مركز ديلا محافظة كفر الشيخ. قام الدكتور عادل رئيس بعثة الأزهر بالتحدث والدعاء للاعب وسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.